العقل السليم بالجسم السليم، ولصحة جيدة لازم يكون الأكل مغذي. ويمكن كتار ما بيعرفوا شو هو الأكل الصحي وكيف طريقة تحضيره وكيف بيقدر يحافظ هيدا النوع من الأكل على شهية الإنسان من دون ما يفقد طعمته الطيبة في حال تحول لأكل صحي. تحضير الأكل الصحي بده خبرة كبيرة وبده دقة والتزام ومعرفة تفاصيل المنتج الغذائي ومحتواه. كيكال شركة عندها وجهة نظر بهيدا الموضوع. محمود، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ في شفت بالعالم تجاه أسلوب الحياة الصحي والأكل الصحي، فكان تأسيس الشركة مثل تلبية لرغبات العالم. يعني هل فينا نقول إنه كيكال كانت تجربة أو نتيجة تجربة شخصية أو مجرد فكرة؟ مزبوط، هن المؤسسين تبعون كيكال مارك وأندرياس، هن حتى قبل ما يبلشوا كيكال كانوا أشخاص كتير صحيين وبيهتموا بهذا الأسلوب الحياة. فوقت ما كانوا بدبي حاولوا كتير يلاقوا خيارات ومطاعم تقدم أكل صحي، بس ما كانوا يلاقوا كتير خيارات كبيرة، فقرروا انه يفوتوا بالموضوع ويأسسوا شركة أكل صحي. كتير عالم بفكر انه اذا صار الأكل صحي يعني بيفقد من طعمته، هل هذا شيء مزبوط؟ لا بالعكس، حتى نحن بكيكل نهتم لهذه الفكرة كتير وبدنا نحاول وعطول منحاول انه نغير هالفكرة. فمثلاً آخر مرة عملنا كولابوريشن مع شيف أسامة وكان أكل صحي كلياته وبنفس الوقت كان كتير طيب. محمود، إذا بدك توجه نصيحة للأشخاص اللي حابين يبلشوا بفكرة أو مشروع عن الخاص، شو بتقول لهم؟ بقول لهم أنه يفوتوا بالموضوع دغري وما ينطروا الوقت المناسب لأنه مش حيجي. في كتير أفكار مثل كيكال، بس شو اللي بيميز وبخصص كيكال عن غيره من هالأفكار؟ نحن بكيكل نهتم للكواليتي بالأكل وما بنهتم بس بالسعرات الحرارية. في شركات تانية بتقول أنه نحن بنعطي مثلا 1000 كالوري بالنهار، بس نحن كمان أكلنا نهتم للبادي كومبوزيشن تبعيتك. في أشياء تفاصيل صغيرة بتأثر على النتائج اللي أنت بتاخديها وسرعة هيدي النتائج. نحن بمجتمعاتنا العربية بنركز على ingredients معينة صارت بنستعملها كل يوم بأكلاتنا مثل الزبدة والسمنة وهول الأشياء، فهيدي الأشياء بتأثر. فلحتى نعمل change بهذا المفهوم لازم يكون في vision. على الحلو بالإمارات إنه بالقيادة في vision بهالموضوع. ببلادنا العربية التانية كمان عم بصير في وعي. إذن بشو بنكون عم نضحي إذا أكلنا أكل صحي؟ نحن بيوصلنا فيدباك من الكاستمرز تبعونا أنه أنا حابب أظهر مع رفقاتي وأكل برا، هيدي المين ريزن. منقلهم أنه حتى على الويك أند فيكن تاكلوا اللي بدكن إياه، بس أكيد بحدود معينة، أو فيكن بكل ريستورانت حتى المطاعم مش الفاست فود بس المطاعم العربية، يعني فيك تطلبي سلطة، فيك تطلبي حمص، هول الأشياء ما بتضر يعني وبتعتبر صحية. هلا رح نفوت على cakealextra.com اللي هو الويب سايت تبع المونثلي ميل بلانز، خطط الوجبات الشهريه. مثل ما كنا عم نحكي في عندنا كذا ميل بلان وبتناسب كل شخص واحتياجاته، ففي عندنا سكسس انترناشونال، اطباق من حوالين العالم، في عندنا شيف اسامه، في عندنا سكسس دايابيتيك اللي عندهم سكري، فيجيتيريان بحبوا الاكل النباتي، جلوتين فري اند نيو مامز. الواحد بنقي الميل بلانز اللي بتناسبه، واكيد السعرات الحراريه بتكون محدده، بس وهو بنقي يعني السعرات الحراريه. اذا ما كان متاكد كتير بيجي لعنا بياخذ كونسلتيشن، بشوف نوتريشنست وهي بتحدد له قد ايه السعرات الحراريه اللي لازم ياخذها. هلا كل شيء بيصير اونلاين، اوكي، فبنقي الميل بلان وبكفي بالساين اب بروسس وبيدفع حتى على الويب سايت. كل شيء اونلاين؟ كل شيء اونلاين. اوكي، بس اللي حابب بس ياكل اكل صحي بيوم معين مش ضروري كل يوم يعني. مزبوط، فبفوت على ويب سايت ثاني اسمه كيك لايف اللي هو متخصص بس للريستورانتس والاكل اليومي، في يطلب
من المنيو الأطباق اللي هو بحاجة لنا، ونحن بنوصل تقريبا على كل أنحاء دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة. حلو. أوكي، هيدا لكان اللي بدي يطلب يومي مش شهري. مزبوط. بس كل الأكل صحة كمان. أكيد. محمود، كيف رح تقدروا تكسبوا ثقة الناس فيكم، وشو الضمانة يلي بتريح الأشخاص ليتعاملوا معكم؟ هلا أكيد نحن كسبنا ثقة العالم already بمجرد أنه بقينا وعم نكبر بالإمارات لفترة طويلة، ونحن نهتم لتفاصيل يمكن الشخص العادي ما بيهتم لها، مثل مطبخنا مثلا حائز على هيساب سيرتيفيكت ايزو. بالنهايه العالم عم تبحث عن نتائج، ونحن على طول بنقدم نتائج للعالم. وين بيخلص حدود عملكم الجغرافي؟ هل بعد دبي في امارات اخرى او اماكن اخرى؟ في عندنا كذا فرع بدبي، وفتحنا فروع بابو ظبي وبراس الخيمه، وفي عندنا بلانز. هلا اول ستيب انه نروح على الكويت، وفي بلانز لحتى نتوسع بالعالم العربي كلياته. محمود، انت بتعرف للاقلاع بفروع جديده بمجالكم لازم يكون في دراسه للمجتمع والسوق اللي فايتين عليه، شو اكثر الدراسات اللي بتعتمدوا عليها؟ نحن بنعتمد على كثير دراسات، وحتى بنستعين بشركات كبيره لحتى ندرس المجتمع اللي احنا فايتين عليه، واكيد بنستعمل اشياء مميزه بتخلينا يكون عندنا ادفانتج. مثلا اطيب ميل بلان باي شيف اسامه ساعدتنا كثير لحتى نفوت على الإمارات ونوسع بمناطق معينة بالإمارات. شو أكثر أسس النجاح اللي أثرت فيكم؟ هلا كيكة بحد ذاتها هي قصة نجاح، يعني نحن بلشنا بفرع واحد بالبزنس باي، وقدرنا نكبر خلال 7 سنين ونتوسع بكل أنحاء الإمارات وبالخليج. إن شاء الله من تقدم لتقدم. شكرا لك محمود. شكرا لك. مفتاح البطن لقمة، وبإيدنا فينا تكون لقمتنا صحية. كيكال شركة همها صحتنا وصحة أكلنا، فكل منيح بس كل صحيح.